مشاهدينا آية من الآيات الكريمة في سورة الفجر بحبها جدا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. فضلت الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية، آية من الآيات اللي فيها تحذير شديد، وفي آخر الآية فيها يعني تذكرة بالناس بقى المطمئنين اللي هم عكس الناس اللي في بداية الآية الكريمة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الفجر، ويقول الحق فيها تبارك وتعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم. عندي يتيم، فمن الذي يبخل على هذا اليتيم؟ ولا تحاضون على طعام المسكين. بتبخلوا ان انتوا تدفعوا للإطعام والسقاية، رغم ان افضل العمل الصالح هو الطعام والسقاية. يعني انتوا حطيتوا الفلوس على بعض، مش هتكرم اليتيم وستحضوا على طعام المسكين، هتعملوا كل ده، هتاكلوا الميراث وتأكلون التراث أكلا لما، هتاكلوا مال بعض، كل واحد هيقول أنا بحج وبعمل عمرة خد ميراث أخته، واخد ميراث أخته وظالم كذا وكذا وكذا، أنا بتبرع لوجه الله وبعمل خيرات وأنا الأصل في هذا، وتأكلون التراث أكلا لما. الله تبارك وتعالى يبين جبروته للعبد الكافر بنعمه الذي أعطاه مالا وأعطاه حياة كريمة في الدنيا، وبخل أن يكون كريما مع عباد الله سبحانه وتعالى. فتصدر الأوامر الإلهية: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. تخيل الحق تبارك وتعالى يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كلنا في أرض المحشر، إضاء ليس هناك فيها اعوجاج، الكل يقف، الكل في رعب شديد، الكل ينظر من طرف خفي، الكل يخاف ويرعد من عذاب الله. الله يقول: يا جبريل ائتني بجهنم فتأتي ولها 70,000 زمام، 70,000 مربط، كل زمام يجره 70,000 ملك، 49 مليارا من الملائكة، تأتي النار إلى أرض المحشر، الكل يخاف ويرعد، وتجد كل أمة جاثية على ركبها، ولكن العظائم ليس لها إلا العظماء، يقف لها الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، يقول لها: يا نار الجبار عودي، فتقول: إليك عني يا رسول الله، ابتعد يا رسول الله، ما وكلت بك أو بأحد من أحبابك. أمته المنفقون من أمة النبي، المتصدقون، المزكون، كون الفاعلون للخيرات خلف رسول الله، ورسول الله يمنع عنهم النار، وإذا بالأوامر الإلهية تصدر: يا نار الجبار عودي من حيث أتيت، لا تردي لحبيبي أمرا. هؤلاء اللي في نهاية الآيات الله تبارك وتعالى بدأ معهم في الدنيا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لنخرج من باب الدنيا ولنعلم أن لنا ربا ولنا دينا وعقيدة ولنا خيرا أعطانا الله إياه، حتى تطمئن النفوس في الدنيا، وحتى إذا خرجت الروح يتولاها الحق تبارك وتعالى، فخرجت النفس المطمئنة سهلة طيبة تنفذ من كل، تخيلي حضرتك الروح وهي بتطلع من باب الصدقات والزكوات عشان تطلع في طريق ومكان مكيف حتى تصل إلى السماوات جوار رب العالمين. هذه نهاية الآيات، وأسأل الله أن يتولانا وأن يكرمنا سبحانه وتعالى لنكرم عباده. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير من الإسماعيلية ونرجع نكمل حلقتنا. Oh,
انا كنت قاعده في الشارع وناس حنت عليا فعلا، جابوا لي الطوب وفي ناس جابوا لي شويه اسمنت ووقفوا لي القطين دول. وابني ده شغال باليوميه وبيصرف عليا انا ومراته وابنه والناس اللي جابوا له الطوب ده وبنوا له. يا رب يا رب يا رب، والله ما طالبه بس اللي يعرشونا البيت يعرشوه وباب وشباك، مش طالبه حاجه تاني، والله ما طالبه حاجه تاني. والله مش اكتر من 4 سنين 5 سنين ان احنا ملاقيين اوضه نقعد فيها، والله ملاقيين اوضه نقعد فيها. ولما الناس حنت علينا جابوا لنا شويه الطوب وشويه الاسمنت دول ووقفوا لنا القطين دول، بس مش هنقول لهم عرشونا، انتوا البركه فيكم وفي كل اللي بيعمل خير ربنا يبارك له، كل اللي بيعمل خير ربنا يبارك له. عايزه بس يعني حته اوضتين يلمونا، كنت بشتغل الاول باليوميه بس دلوقتي لا ما عنديش بقدر، وتعب من الشغل، تعب قاعده مع ابني ده، وابني ده شغال باليوميه مش حيلته حاجه، واليوميه ما تعرش بيت زي كده يسترنا، نفسي انستر، سقفولنا بس البيت ده باب شباك عرش اي حاجه اللي تعملوه بيت يسترنا ولمنا. والشتا بيجي والنطر اقول انت مش تايه، لان احنا مرميين فعلا في الشارع، ربنا هو اللي اعلم بعشتنا وبحالنا، لا شتا مرتاحين ولا صيف مرتاحين. فضلت الشيخ، يعني احنا بنعرض النماذج الحقيقية على الحقيقة وعلى الطبيعة، والناس اللي دايما بيكلمونا وصلونا لحالة مستحقة. امبارح حد تقريبا بعت لأختي أو حاجة كده، أنا عايزة دعاء توصلني لحد مستحق مثلا غارمة أو عن طريق الجمعيات. أنا مش أنا ما بعرفش أوصل لهم زيكم، انا بعرف اوصل لهم عن طريق الجمعيات الخيريه اللي بينزلوا على الارض ويصوروا لنا ويجيبوا لنا. الحاله دي الوحيده اللي بصدقها، غير كده حد يبعت مثلا رساله انا لا شايفه ولا عارفه اتحرى ولا كده. يا ناس يعني اللي بيبعت رسائل لازم يبعت عنوانه ورقم تليفونه عشان الناس تروح له، غير كده لا يمكن ندفع كده بكلمه، يعني حتى لو قال ايه لازم نشوف بعينينا عشان نفهم الناس دي تستحق ولا لا. فالست دي احنا شايفين بعينينا. انا عايز اقول ان قطرة ماء اسقيها لعطشان اذا وضعت في الميزان يمكن اقول لحضرتك تزن السماوات والارض. وقطرة ماء تخرج من امرأة يتيمة ارملة وتوضع في الميزان، قطرة دموع تخرج منها تأتي بالسماوات والأرض. أنا عايز أقول يعني ستي دي وحيدة وعايشة وحيدة، عايز أقول لكل واحد أين أنتم من رسول الله؟ إن رسول الله يشتاق إلينا. شفتي يوم القيامة وحطتنا وراه عشان يحافظ علينا، الملائكة تشتاق لنا، الجنة تشتاق لنا، الله تبارك وتعالى يرسل لنا ملكا في الجنة يقول من الحي الذي لا يموت رسالة إليك أنت أيها الحي الذي لا تموت، إن الله مشتاق لرؤياك. الكل يشتاق لنا بإيه؟ بأموال قليلة ربع عشرها أو جزء منها
تعطى للفقير والمال أنت مستخلف فيه، أي عطاء رب العالمين. أنا عايز أقول لحضرتك المال وهو مع حضرتك وإحنا عايشين دي أمانة. بمجرد ما الإنسان بيموت المال اللي معاه ده مش هي أمانة، لا ده تحول إلى ميراث، تحول ما بقاش بتاعه، يعني هو كان واخده معاه يوزعه، لو وزعه يبقى خير وبركة، ما وزعوش يبقى هيتحول إلى ميراث الناس التانية هي اللي هتاكل وتشرب بيه، وهو يتحاسب من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ليه أنت بخلت؟ ليه امرأة زي دي، هذه المرأة الأرملة التي قال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنا أول من يحرك حلاق الجنة بيدي يوم القيامة، أجد امرأة تضع يدها في يدي فأسأل من هذه يا أخي يا جبريل، فيقول له هذه المرأة التي مات عنها زوجها وربت أبناءها أم اليتامى. فأين نحن من هذه المرأة إذا جاءت واشتكتنا لرسول الله يوم القيامة، سمعوا ونظروا وشافوا وبخلوا يا رسول الله. ما كانت أمة النبي أبدا أمة بخيلة، لأن سيد الكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمنا هذا الأمر. امرأة في هذا الحال تشتكي، طب وليه تشتكي؟ لا دي تقف وتقول له يا رسول الله فلان اتصل علي سترني عمل لي بيت، وفلان عمل لي سقف، وفلان جاب لي طعام، وفلان يلا ننوع، لان احنا في جنة منتظرانا، جنة كانت في رمضان بتتزين لينا وبتقول مستنياكم طوال العام طوال العمر وأنتم تنفقون في سبيل الله. أنت بعد الموت لن تملك مالا، خلاص انت داخل وخلاص على كده، يومئذ لا يوثق وثاقه احد، خلاص ومحدش هيتعذب عذابه الا هو. لذلك انا عايزك في الدنيا تكن بنفس مطمئنه تعطي، اعلم ان الله سوف يعطيك ويخلف عليك، وتاتي يوم القيامه اديت الامانه يا رب فارني وجهك الكريم. طيب يعني ان شاء الله تكون الست دي أو يكون الناس لهم نصيب في مساعدة الست دي. نعم. لأنه نعم. اللي له نصيب يعني هو أعتقد هو اللي بيكسب، يعني هي الست مش الكسبانة قد ما الناس اللي هتساعدها هي اللي كسبانة. نعم. خلينا نروح لمحور الآبار لقطرة و... ونشوف البر والطاقة المصرية، جماعة البر والطاقة المصرية عملت إيه آبار وبتعملها فين؟ عملنا قبل كده زمان كنا بنقعد نتكلم بنشرف بحضرتك وبنقول احنا بنحلم ان احنا نعمل 1000 بير. ايوه. وكبر الحلم لثلاثه وكبر الحلم لعشره، وانا ببشر حضرتك احنا تخطينا ال 10,000 وبنحلم بال 30,000، ودي مبادره ال 30,000 بير في كل قريه في كل نجع في كل مكان، وصلنا لغايه الاقصر، نوعنا في الابار، عملنا ابار واماكن دخلنا نعمل فيها ابار، اهل المكان قالوا مش عايزين ابار، لان كل لما نحفر بير علشان نشرب ميه الميه غير صالحه. فمن فضل ربنا سبحانه وتعالى عندنا اكثر من حاجه جديده ان شاء الله. احنا في محور عملها ان احنا هنعمل محطات تحليه غير المحطة اللي احنا عاملينها في الأقصر وفي أماكن كتيرة، ودي احنا شفناها قبل كده. بدأنا نشتغل في حاجة تانية، البير بقى في محطة تحلية، أهم شيء المية تصل، وفي قرى عايز أقول إن هي فوق مستوى، يعني إيه، إحنا عندنا الطريق ممهد فبنعمل في أي قرية، في قرى فوق جبل أو فوق مكان فمحتاجة مية بطريقة معينة، نعمل خزانات تحت الأرض علشان بعد كده تترفع المية فوق عشان القرى العالية عن مستوى الأرض ديت تنهل من المياه وتشرب من المياه من فضل ربنا سبحانه وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى كل منفق يا رب أنفق في هذا الماء أن تسقيه شربة من يد الحبيب المصطفى يوم القيامة. آمين يا رب العالمين. طيب عايزين كمان نروح لفكرة الأسقف طول الوقت. نعم. لأنه هو في ناس تقولك إيه، هي البيوت ما بتخلصش او الفقر ما بيخلصش او نعم. هو الفقر مش هيخلص لغايه ما نموت ابدا، ولا الغنى هيخلص. يعني بس عشان ايه هم سايبين البيوت لا، هو هيفضل لغايه ما الدنيا دي تنتهي. نعم. هيفضل في مشردين في امريكا اللي هي اغنى أكيد. بلد في العالم. أكيد. هيفضل في مشردين، يعني آية كونية. خلاص ورفعنا بعضكم فوق بعض الدرجات، وهيفضل كده، هيفضل في فقر وهيفضل في غنى.
المشكلة انه الناس تفضل بفقرها ومحدش يساعدها، انا دي عايز اقول ان المشكلة. الفقير ده وجوده عندنا آية، لان من علامات الساعة انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي يوم تعطي فيه الفقير الصدقة فيقول لك لو جئتني لأمس لأخذتها منك، لان من علامات القيامة ان الخير ينتشر. تيجي تتصدق على فقير يروح مطلع لك ذهب من جيبه ويقول لك اتفضلي. فيبقى احنا ضاعت مننا حكاية الصدقة دي، لان هي الصدقة هي اللي هتنجي. هي الزكاة مفروضة علينا لغاية ما نموت، لغاية بالظبط. ما القيامة تقوم. فهنطلع زكاة لمين لو مفيش فقراء أو نعم، مفيش مساكين أو مفيش بقى ما انا بقول لحضرتك هو المال طول ما هو في ايدك وانت عايش، هيا تصدق، اخرج، صحيح. اعمل كل حاجة، عشان لمجرد وفاتك اصبح، والله اصبح ميراث. ولن الا من رحم ربي، والا من رحم ربي دي بقولها تقال للقليل، ان لو واحد توفاه الله وكان نفسه يحفر بير او يعمل حاجة، تخيلي حضرتك لو الاب مات عند بعض الناس ويتأكلون التراث اكلا، لما الاب مات ولودين عند واحد، تيجي واحد يقول له في ليله الوفاه بتاعته يقول لي للابن اديني ابوك كان علي يعني في دين على ابوك 100,000، يقول له روح له هناك هو ايه يدفع لك الدين. تخيلي ده اكل مال الغريب، وتأكلون التراث اكلا لما، خد بالك المال، المال طالما أنك غادرت الدنيا أصبح ميراث، أصبحت لا تملكه، يقسم بعدك. فهيا قسم لنفسك بابا في الجنة، اعمل لنفسك قصور في الجنة إنك تعمل أسقف، اعمل لنفسك حدائق في الجنة إن أنت تزرع نخل للفقراء، استر رحت العباد في حضرت الدنيا. عزاء جنازة والد صديقة يعني، نعم، وهو حد يعني رجل أعمال كبير وكده، مش كبير يعني، مش مشهور، بس يعني راجل. نعم. فروحت لقيت جنازة أحد مشاهير الفن الكبار يعني، من كتر ما مش عارفين ندخل وزحام فظيع. فإيه يا جماعة، بسأل، قالوا لي الراجل ده كان بيبني قرى وبيبني الله وبيعمل، أكبر، فكل البلاد جاية له القاهرة الله، يصلوا له في الجنازة بتاعته نعم، من كتر الخير اللي هو عمله. فهو ده يعني، هو يعني ماذا قدمت لحياتي؟ هو قدم ايوه، لحياته، ماذا قدمت؟ والحياة هي الآخرة مش نعم، الدنيا يعني. شوفي قدمت لحياتي بعد من يا ايتها النفس المطمئن. انت ليه بتعمل مشاكل في الدنيا؟ اتنين، انا قصه سريعه قوي اقولها لحضرتك، اتنين قاعدين بيتباروا مع بعض، فواحد بيقول له ابويا احسن من ابوك، قال له لا انا ابويا احسن، قال له ليه؟ قال له ابويا لو دخل اي منطقه يوقع بين الناس هناك وبعد كده يجمعهم ويقعدهم ويصلح ما بينهم ويبقى هو 100 100 بعد كده. قال له انا ابويا احسن من ابوك، قال له ليه؟ قال له ابويا لما يدخل اي منطقه ما بيعملش مشاكل خالص، خدت بال حضرتك؟ ولا بيعمل مشاكل ويحلها ولا حاجه، ده هو لما بيخش زي ما بيدخل بيخرج، ما بيعملش مشاكل. فانت لما تيجي تحيا في الدنيا واكرمك الله بالمال ما تعملش مشاكل، تصدق وتزكى واترك الميراث واعمل كل الخير واخرج منها زي ما سيدنا عمر كده يعني بيتكلم، يا ليت ام عمر ما ولدت عمر، اخرج منها بطريقه سهله زي ما دخلتها، علشان تلقى الله يوم القيامه والله عنك راض. مهم قوي يا جماعه، تصدق وانفق حتى ينفق، اللي منفق عليك الله، المتصدق عليك الله، صحيح. المشتاق لرؤياك رسول الله، والله ولا حج ولا عمره، ولكن اطعام افواه وستر عباد الله اعظم عند الله تبارك وتعالى، ان دم المسلم يعني اعظم عند الله من الكعبه. تخيلي ان انت واحد يراق دمه من فقره ان هو يمرض، ان هو يروح المستشفى ومش لاقي كيس دم، لا ده دمه ده غالي قوي قوي عند ربنا سبحانه وتعالى، صحيح. اغلى من الكعبه. فاحنا عايزين نحيي هذا الانسان ونساعد هذا الانسان ونصرف عليه وننفق عليه حتى يرضى عنا الله تبارك وتعالى. امين. بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيله الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعيه البر والتقوى المصريه. شكرا على حسن المتابعه، اشوفكم على خير في حلقه بكره باذن الله. سلام عليكم. وعليكم السلام.